دائما نسمع من الاعلام على التلفزيون او من اهلنا او على جروبات الواتساب انه العاب الفيديو تشجع على العنف والقتل. حتى رئيس امريكا دونالد ترامب طلع من شهرين قاعد يقول انه احد العمليات الارهابيه اللي صارت بامريكا كان سببها العاب الفيديو. بس نحن كلاعبين نعرف انه هذا كلام فاضي، والدراسات العلميه اصلا اثبتت انه ما في علاقه بين العنف والعاب الفيديو. كلنا نلعب العاب فيها اكشن وعنف نفس كول اوف ديوتي، ببجي والاف الالعاب الغيرها، بس ولا مره بعد ما خلصنا لعبه قلنا ايه اليوم نبي نقتل ابرياء. فنعرف انه ما في علاقة بين العنف والألعاب الفيديو الا في بعض الالعاب. بعض الالعاب فيها قصة نوعا ما عميقة، فاحيانا يخلوك تلعب بدور الشرير او تكون البطل بس تضطر انك تقتل ابرياء. فنوعا ما هالالعاب نقدر نقول عليها انها تشجع العنف او خلنا نقول مثيرة للجدل. فبهالفيديو رح اجيب لكم 5 العاب اثارت الجدل عالميا بسبب مهمات فيها وتم منعها بكتير من الدول. فيلا خلنا نبدأ. قبل ابدا الفيديو اليوم يا شباب، حابب اعلن عن الفائز بجيفاوي الشهر الماضي واعلن عن الجيفاوي الجديد. فاذا ما يهمك الموضوع قدم الفيديو للدقيقه شايفه قدامك حاليا. الجيفاوي كان على 3 فيديوهات اللي شايفينها قدامكم حاليا. اخترت الفيديو الاول اللي هو ارقام قياسيه بالالعاب، كان في على الفيديو فوق 9000 تعليق، والفائز معنا هو بيكسل جيمر. ان شاء الله الف مبروك، راح اتواصل معك قريبا عشان ارسل لك الماوس والكيبورد وشنطه الجيمنج المقدمين من اومن باي اتش بي. والجيفاوي هالشهر للمره من شركة لوجيتك كمان، الله يعطيهم العافية، جدا مزبطين القناة على كيبورد لوجيتك G915. ممكن حد يقول بشار انت شهر الماضي سويت على ماوس وكيبورد وشنطة وهالمرة فقط كيبورد. هذا الكيبورد لحاله سعره أغلى من الماوس والكيبورد والشنطة لأنه شيء جدا رهيب. أول شيء الكيبورد جديد ما صار نازل أسبوعين، الكيبورد وايرلس. ممكن حد يقول كيف كيبورد جيمينج وايرلس؟ عادة كيبوردات الجيمينج أو الماوسات ما تكون وايرلس لأنه يكون في تأخير أو لاج. لا، هذا الكيبورد مخصص للجيمينج ولل الالعاب وايرلس، يعني ما تحتاج اي كيبل، ما تحتاج اي وصلات. واول شيء تشوفه على غلاف الكيبورد كاتبين لايت سبيد وايرلس، ان اللابتوب وايرلس بسرعه الضوء، فما في اي لاج، ما في اي تاخير. جدا مفيد اذا تلعب على الكونسول سواء بلاي ستيشن او الاكس بوكس، العاب نفس فورتنايت وببجي توصل الفلاشه بالبلاي ستيشن وتقعد بعيد على راحتك بالكيبورد والماوس، او اذا انت من النوع اللي تحب تقعد بعيد عن البي سي لتلعب وبنفس الوقت تبي تستعمل كيبورد جيمنج فلازم تقعد قريب، هذا هو الحل الامثل. في زر تضغطه راح يحول كيبورد الى وضع الجيمنج، فالازرار راح تصير ميكانيكيه وما راح يكون في تاخير ابدا. اذا بدك تستعمل كيبورد لشيء ثاني، دراسه او اي شيء ثاني، فينك تحوله للبلوتوث، راح تصير الازرار عاديه وراح يخفف من استهلاك البطاريه. طبعا البطاريه لو قاعد تلعب على الوايرلس مود اللي هو اسرع شيء راح تضل معك 30 ساعه استعمال متواصل. وغير هيك اذا خلصت بطاريه الكيبورد وتبي تلعب فينك توصله بكيبل بشكل جدا بسيط. واخر شيء اللابتوب جدا نحيل ووزنه خفيف بالنسبه للابتوبات الجيمنج. فاذا كنت حاب تدخل فرصة الفوز على هذا الكيبورد، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك اي تعليق في حسابك على الانستغرام او تويتر عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك. وتنويه بسيط، اذا كنت ساكن في الامارات اتمنى تشيك الوصف، في مسابقة خرافية من لوجيتك فينك تشارك فيها. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. بالمرتبة الخامسة لعبة Space Ops The Line. اللعبة بالشرق الاوسط وبالذات بمدينة دبي، بتفكرها اول شيء كانها لعبة كول اوف ديوتي ولا باتل فيلد، والقصة بسيطة على اساس انك جندي امريكي داخل على هالبلد تحررها من الارهابيين او شيء من الكلام، بس القصة بتطلع غير هيك بشكل كامل. بعد ما تقتل كتير ناس باللعبة على اساس انهم اشرار او ارهابيين، تكتشف اخر شيء انك انت الشرير، شخصيتك الشرير، شخصيتك مريض نفسي مفكر حاله هو البطل بس قاعد يقتل ابرياء. النهاية في مهمة جدا قاسية، بالمهمة هاي بتستعمل سلاح الفسفور الأبيض على الأعداء. سلاح الفسفور الأبيض هو من أحد الأسلحة الممنوعة دوليا، اللي هو السلاح بتستعمله اللي بتستعمله عليه راح يحترق بشكل كامل. فبتستعمل هالسلاح على جنود قدامك عشان تقتلهم، وبعدين تكتشف إنه هالجنود كانوا عم يساعدوا ناس مدنيين أبرياء وفي معهم أطفال، وآخر شيء بتشوفهم كلهم ميتين، أنت اللي حركتهم. بتلاقي أم ماسكة ابنها الصغير محروقة هي وابنها، وأنت اللي تسبب بهالشيء. فهاللعبة أثارت جدل بشكل جدا كبير وتم منعها بكثير دول، وتم منعها بالإمارات. اللعبة أصلا في الإمارات، أحداثها في الإمارات بمدينة دبي وتم منعها بالإمارات. You brought this on yourself. We were helping. What? Oh no. Oh.
Are those civilians? Where'd they come from? There's no camp here. They took him from the nest. He didn't want the kid. He was trying to rescue his people. This is your fault, goddammit! Stop right there, Hugo. But it is! He wouldn't listen! He didn't have a choice! He turned us into a kill! That's enough, Sergeant! No! No! بالمرتبة الرابعة، لعبة ما أثارت الجدل عالمياً وتمت المطالبة بمنعها وهيك، لا، لعبة أثارت الجدل بشكل آخر. اللعبة هي لعبة Metal Gear Solid 2 من تطوير العبقري هيديو كوجيما. خليني أعطيكم نظرة جداً سريعة على ألعاب Metal Gear اللي ما يعرفها. ألعاب Metal Gear من أنجح وأقوى سلاسل الألعاب على مدى التاريخ. اللعبة لعبة أكشن وتخفي وجاسوسية، واللعبة فقط طور قصة. أظن بعض الأجزاء كان فيها أونلاين، بس التركيز الكبير دائماً على طور القصة اللي تلعبها لحالك. قصة أي جزء من ألعاب مثل جير دائما تكون عميقة، قصة قوية، قصة فيها كلام بالسياسة، فيها كلام بالمؤامرات، دائما قصصهم بتكون نوعا ما مثيرة للجدل. وبلعبة مثل جير سوليد 2 شخصيتك الأساسية اللي تلعب فيها جاك كان قاعد يتكلم مع أحد الضباط الأمريكيين من البيت الأبيض اللي راسل للمهمة، ويكتشف إنه ما قاعد يتكلم مع بشر، قاعد يتكلم مع شيء ثاني كليا. راح تسمعوا الحوار بعد شوي مترجم للعربي، بس عشان تفهموا الحوار أظن معظمكم بيعرف بكلام المؤامرة إن الحكومة الأمريكية مسيطرة منظمة الماسونية، ومنظمة الماسونية هدفها تسيطر على العالم بشكل كامل، تتحكم بالبشر، تتحكم بتصرفاتنا، بوعينا، بأفكارنا، تحت شيء اسمه النظام العالمي الجديد. أظن أي واحد منكم تابع قناتي من زمان وشايف فيديوهات القديمة فأنت عارف عن شو قاعد أتكلم حاليا. فرح أخليكم مع جزء بسيط من الحوار بين البطل والمنظمة هاي اللي مسيطرة على الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض بشكل كامل. إذا بدك تسمع الحوار كامل مترجم للعربي فشيك اللينكات اللي موجودة بالوصف. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. بالمرتبة الثالثة، من أول الألعاب بالعالم اللي أثارت الجدل وناس طالبوا بمنعها، واللي هي لعبة دوم. هذا الكلام بالتسعينات. لعبة دوم الأولى نزلت عام 1993، ومن وقتها غيرت مجرى ألعاب الفيديو إلى الأبد أو ألعاب الشوتر. الكل بيعطي الفضل للعبة دوم لألعاب الشوتر اللي عم نشوفها اليوم، نفس ببجي، فورتنايت، كول أوف ديوتي وغيرها. دوم هي الأساس. فلعبة دوم لما نزلت أثارت جدل بشكل جدا كبير، لأنه كانت أول لعبة بالتاريخ اللي فيها عنف بشكل جدا كبير. اللي ما يعرف ألعاب دوم مليانة عنف ودم وكل شيء، فكان في كتير مطالبات بمنع اللعبة من زمان لأنها عنيفة وتشجع على القتل. وفوق هاد كله إجت مطالبات
طلبات بشكل جدا كبير من جماعات مسيحية من كنائس بمنع اللعبة، لأن اللعبة كلها مبنية على رموز شيطانية وشيطان وشيء من هالكلام. فاللعبة كان مجموعتين عم يحاولوا يمنعوها، الناس اللي يحكوا اللعبة تشجع العنف والناس اللي يحكوا إنه اللعبة شيطانية، وهذا الشيء أدى إلى منع اللعبة بألمانيا وبنيوزيلندا. ولعبة دوم مستمرة إلى الآن، آخر جزء نزل ب2016، في عنف أضعاف الأجزاء القديمة وفي أشياء شيطانية أضعاف الأجزاء القديمة ومستمرين ما لهم أي علاقة بأي حد. الشركة المطورة للعبة باتيستا قالت بكل صراحة إذا ما تحب العنف فاللعبة مو لك. بالمرتبة الثانية لعبة كول أوف ديوتي مودرن وورفير 2، طول القصة مهمة نو راشن. هي اشهر مثال لالعاب اثارت الجدل بالعالم، لانه لعبه كول اوف ديوتي جدا ضخمه والمهمه هذه والشيء اللي تسويه فيها جدا مثير للجدل. طبعا اذا شفت فيديو للمهمه بدون ما تعرف القصه او السياق راح تشوف ان اللعبه قاعده تخليك تكون ارهابي. بكل بساطه تدخل على مطار مليان بناس ابرياء، انت واربع اشخاص معكم رشاشات، وتقتلوا كل الابرياء، كل الناس قاعدين يصرخوا يهربوا، لازم تقتلهم كلهم. اي واحد تلاقيه على الارض قاعد يزحف قاعد يحاول يعيش تلحقه وتذبحه بكل بساطة. فاللعبة كثير تكلموا عنها بالأخبار يوم نزلت، وكثير دول هددوا بمنعها لأنه اللي بيشوفها من برا لعبة قاعدة تخليك تكون إرهابي، تفوت وتقتل أبرياء. بس لو تفهم القصة، لو تفهم مساق القصة، راح تعرف ليش هالشي قاعد يصير. القصة هي إنك أنت عضو من مجموعة إرهابية روسية، بدك تبدأ حرب بين أمريكا وروسيا، بدك تبدأ حرب عالمية ثالثة لمصالحك الشخصية. فبيخلوك تلعب من هالعصابة، يعني بدل ما يورجوك إنه إيه هاي العصابة صوت المهمة ويورجوك فيديو عنها، لا، يبوك انت تلعب المهمة كفرد من العصابة ليورجوك شو الشيء اللي سووه. فالعصابة تروح على المطار وتذبح كل الناس مطار بروسيا، تذبح كل الناس الروسيين بالمطار، ويبينوها على اساس الامريكان هم اللي سووا هالشيء. فبعدين الحكومة الروسية بتعلن الحرب على امريكا وبتصير حرب بينهم. فهي سياق القصة بالكامل. طبعا بعد ما نزلت اللعبة هاي والناس شافوا هالمهمة واثارت الجدل بوقتها بشكل جدا كبير، صارت بعض التغييرات. حاليا بس تفوت وتلعب طول القصة قبل هالمهمة رح يجيك تحذير انه المهمة هاي جدا قاسية ويمديك تعملها سكيب عادي انك ما تلعبها، ويشرحوا لك شو الشيء اللي صار. هاي اولا. ثانيا، بالنسخة الالمانية واليابانية من اللعبة يمنعوك من انك تقتل اي حد بريء، بس تقتل الشرطة اللي حاولوا يطخوا عليك. الناس اللي معاك رح يقتلوا الابرياء، بس انت لو قتلت اي واحد بريء رح تفشل بالمهمة، بينما بالمهمة الاصلية فينك تقتل الابرياء وما يهمك اي حد. بالمرتبة الاولى لعبة هيترد. شايف لما الاعلاميين وقنوات التلفزيون يتكلموا انه العاب الفيديو تشجع على العنف بين الاطفال او شيء من الكلام، لاول مره راح اوافقهم واقول انه معاهم حق اذا كانوا قاعدين يتكلموا عن هاللعبه. لانه هاللعبه بكل بساطه انت واحد تكره البشر، تكره اي شيء، تطلع ومعك اسلحه وتدبح الابرياء، تفوت على البيوت تدبح كل الابرياء، تقتل اي واحد يطلع بوشك. واللعبه 2D، انك تشوف شخصيتك من فوق وتقعد تمشي بالشوارع وتدبح الناس. بس اذا تبي تذبح واحد وتعذب تصير اللعبة 3D، ورجوك وضوح حلو كيف قاعد تعذب الشخص او تطخ على راسه او تنهي حياته باي شكل من الاشكال. فاللعبة فعليا تشجع على العنف، واتمنى اتمنى اتمنى هاللعبة ما توصل لجروبات العيلة على الواتساب، لانه جروبات العيلة على الواتساب من العاب نفس فورتنايت قاعدين يمنعونا نلعب انه الالعاب تشجع على العنف وغيرها، كيف لو شافوا هاللعبة. فارجوكم لحد ينشر هاللعبة او هالفيديو لجروبات العيلة على الواتساب ابدا. اللعبة تم منع بيعها على البلاي ستيشن والاكس بوكس وعلى اي منصة بيع العاب على البي سي الا ستيم. ستيم موجودة اللعبة فيناك تشتريها. لحديت السنة الماضية ستيم منعوا بيع اللعبة، كمان شالوها من ستيم لفترة معينة بعدين رجعوها، بس حطوها بقسم او يعني قبل لا تشتريها يحذروك ستيم انه هاللعبة تشجع العنف وهاللعبة جدا عنيفة او شيء من هالكلام. واللعبة تم تطويرها باستعمال برنامج انريل انجن، وبرنامج انريل انجن من انتاج شركة ايبك جيمز، هم اللي مسوين هذا البرنامج، ايبك جيمز اللي تسوي فورتنايت. فبعد المشاكل هاي اللي طلعت عن اللعبة، ايبك جيمز تكلموا مع صناع اللعبة وقالوا يا ريت تشيلوا شعار الانريل انجن من اعلانكم. يعني هم منزلين اعلان اللعبة على اليوتيوب، قالوا امسحوا الاعلان، نزلوا اعلان تاني بدون شعار انريل انجن، ما نبي نكون نحن مرتبطين باسم اللعبة باي شكل من الاشكال. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تدعم الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو في العاب ما ذكرتها بهالفيديو نوعا ما مثيرة للجدل او فيها شيء من هالكلام. اتمنى تكتبوا لنا اسماء الالعاب بالتعليقات، وبس كان معكم بشركيال بشركة كشكم في هذا التاني ان شاء الله. مع السلامة.